مستشفيات، وراها تجي المدارس، ورا المدارس فنادق مصفى. هاي اكيد هاي ممتاز يعني. وين عندنا نفط احنا؟ نفط طبعا عندنا نفط بكيارة، خير وبركه ما شاء الله. عين زاله ليش حرامات هاي نكتسب؟ يعني ايش واحد يكتسب خبره بيها مشيل المشروع صح لو لا؟ يعني احنا انا ذكرت لك المدارس صفر كرفانيا، يعني هذا يجي الطالب بالكرفان او بالحار او الاساتذه حتى ما راح يكون التدريس 100%. اكو موجود عندنا رقابه، عندنا نزاهه، عندنا ناس مخلصين. شو يسوون ذولا؟ طبعا يراقبون العمل، كل راعي مسؤول عن رعيته. اول شيء شغله الكهرباء. إيه؟ الكهرباء هي اهم شيء. يعني هسه احنا خلينا نحكيها مدينه الموصل اكثر محافظه ترى متضرر من وراء الكهرباء. هسه احنا عندنا مناطق جنوب الموصل تعبانين من وراء الكهرباء، ماكو عداله بالتوزيع. يعني والنوب شغله الشهداء، هم يريدون يسوون مشاريع، مو انه هالميزانيه اللي واصله للموصل هالقد تريليون خلي يستفادون من بالنسبه للشهداء. الشهداء صاروا مش قد، لا معاملاتهم لا رواتب لا شيء. اساعد الشهداء، افتح لهم مثلا مشاريع، فد سبوبه رزق، تبليط الشوارع. هسه هاي الشارع اليم هاي من يم مفرق مال الدوره مال وادي حجر مش قد صار فوق السنه وكسر ومزور الشارع. اكملوا ترجع النوب من يم دوره السواس نفس الشيء. مشاريع المي، اكو كثير ناس مقدمه على بواري مي من حد الان كل شيء ماكو. اذا غير تصير الموسم بخير اكو كثير طرق تبتعد عن هذه، يعني مثل خصخصة الكهرباء، اجيب شركات خصخصة الكهرباء بالكهرباء لكم واخلي فد مبلغ قليل للدوله ويعطون كهرباء مستمره 24 ساعه بشروط، اعمل مناقصه وليس مزايده، اي واحد ينطي خدمات باقل الاسعار اخليه يشتغل. ابو الماي راح تكون خدمات فول للمواطن وباسعار زهيده. هسه تروح للمرور تنطي فلوس مال الشوارع تعطي مع فش فلوس ماكو خدمات. زين الوظائف هسه محافظه الموصل كل محافظات العراق عندهم درجات وظيفيه كثيره بحيث المحافظات معتمدين على موظفين، احنا موظفين ما عندنا قلال. اليوم الشخص يتوجع او يتمرض يروح للطبيب يعني 15 كشفيه ويرجع كذا، ليش ما عندنا واقع صحي يسموه الامن الغذائي صار؟ خلص حطوا مع الواقع الصحي، اجيب علاج اكثر، العلاج مين يصير بالبلد؟ شويه كاهل المواطن يخاف عنه شويه يعني. احنا اليوم الغذائي تمام بس اكو بعض المفردات الغذائيه مثل وضع التمن الحالي، وضع رديء ما زياده الحصه؟ زياده الحصه نعم، التمن رديء ما يعني من قال امن غذائي لازم يجيبون احسن شيء من مادة فاصولية أو عدس أو تمن شكر طحين، كل هذا الواقع لازم هو يأمنوه من قالوا الطوارئ. واجب المحافظة، واجب السيد المحافظ ما يطلع شغلة ما تطلع أي صرفية إذا ما يكون هذه تروح لهي الشغلة هذه اللجنة نعم هي تقرر. هل قد تريليون هل قد مليون هل قد مليون.